ونحن بنعرف أكثر عن هذه الدراسة وعلاقة المناخ بزيادة خطاب الكراهية. ويانا اليوم عبر تطبيق زوم الدكتور أنطوان الشرتوني، متخصص بالتحليل النفسي والأمراض النفسية. مساك الله بالخير دكتور. مرحبا بك. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا. يا أهلا مرحبا بك دكتور. يعني بداية، شو رأيك بالدراسة اللي عرضناها في التقرير؟ هذه الدراسة كتير ذكرتني بأشياء نحن كنفسانيين منطبقها بطريقة غير مباشرة، أكن عم نشتغل بالمستشفى للأشخاص اللي عندهم أمراض عقلية أو بقلب العيادات، أو حتى لما منطلب من الأشخاص اللي بيطلبوا مساعدة أنه يطبقوا بعض التمارين. رح أفسر هذه الشغلة بطريقة كتير سريعة. بالمستشفى للأمراض العقلية كنا بنعرف أنه المناخ أو الأتموسفير لازم يكون معتدل، التمبيراتور أو الحرارة تبعون المكان لازم يكون معتدل. بالعيادة وإن نحن بنكون عم نعمل العلاج النفسي أو المتابعة النفسية كمان لازم يكون الجو فيها معتدل، ما يكون فيه كتير شوب، ما يكون فيه كتير برد. وزيت الشيء مثلا لما بنطلب من أشخاص إنه يعملوا تمارين استرخاء إذا كانوا بيعانوا من القلق أو قلق المعمم أو ممكن أو حيلا حالة نفسية بتطلب إنه يستعملوا تقنيات الاسترخاء، دائما أنا بقول لهم إنه بتكون تقعدوا بأوضتكم بس تكون الحرارة بهالغرفة اللي قاعدين فيها تكون حرارة معتدلة، لا شوب ولا برد. فهول نقاط كتير ذكروني بهالدراسة يلي أنا بوافق عليها 100% إنه الحرارة أكيد بتلعب دور، أكيد إذا كانت حرارة عالية أو مثل ما قلتوا حضرتكم أو مثل ما ذكرت الدراسة إنه التأثير البارد أو التأثير الشوب كتير معقول يزيد من العدوانية ومن الكراهية عند الأشخاص. فعلا دكتور، لو تخبرنا أكثر عن هذه الدراسة اللي تقول طبعا إن الناس نفس ما ذكرت يصيرون أكثر عدوانية خصوصا عبر الإنترنت في حرارة الجو الباردة أو المتدنية إذا كانت في درجة عالية جدا، لكن من منظور علم النفس هل فعلا تغير المناخ يؤثر على شخصية الإنسان؟ أكيد ما بغير شخصية الإنسان، شخصية الإنسان تتكون ومنقول بعمر 21 خلص بتكون بتاخد شكلها النهائي، وهون منبلش نحن ندرس الشخصية، أكانت شخصية سوية أو عندها اضطرابات أو عندها أو مؤلفة من شخصية عدوانية إلى آخره من الأشياء. يعني الشخصية أكيد ما بتتأثر بالمناخ، ولكن يلي بتأثر هو التصرفات السلوكيات عند الإنسان، هذه هي يلي بتتأثر. وأنا أكيد كنا مرقنا أو منعرف أو مرقنا حتى نحن بتجارب كنا مشوبين كتير أو بردانين كتير، تحول حكينا أو استعملنا كلمات ما كنا نستعملها من قبل، أو هالكلمات تتسم ببعض العدوانية أو ببعض هيك شوية كلمات شوية مزعجة. هيدي أكبر دليلة بتظهرنا أنه إيه نعم الحرارة العالم الخارجي إذا بدكم أو الحرارة نحن وين موجودين بتأثر بشكل مباشر على سلوكياتنا، بس أكيد مش على ما بتغير شخصيتنا أكيد. نعم. صحيح دكتور. يعني في أحد المشاركين قالوا إن في هذه الدراسة يقول إن حتى في المناطق اللي عندهم الدخل يكون مرتفع، حيث يمكن للناس تحمل تكاليف تكييف الهواء، بعد نلاحظ زيادة بعد في خطاب الكراهية في الأيام الحارة بعد، فهل تشوف هذا الكلام منطقي من منظور علم النفس؟ هلا هون عم نحكي عن بلدان أجنبية وبلدان أكيد بتكون بتهتم بالتفاصيل عند الإنسان وبالشخصية وبتتابعه من مثل ما بنقول من الألف للياء. فأنا بعتقد متابعة الإنسان حتى على الصعيد، لأنه الإنسان مش هو عايش لوحده، في عنا الأنا يلي هي الأنا، كل إنسان عنده الأنا يلي هو بيسعى أن تكون هذه الأنا سوية مع حاله، من هيك لازم كتير تكون الإنسان يهتم بحاله ويهتم بالتواصل مع نفسه، بس بذات الوقت بده يتواصل مع العالم الخارجي. مع العالم الخارجي بيكون عم يتواصل مع العالم، بس كمان في عنا عدة عوامل بالعالم، ما منقول بس عم نتعامل مع أشخاص، بل كمان نحسب هذه الدراسة بتأكدنا أنه الإنسان بيتأثر بشكل مباشر مع التأس، بيتأثر كمان
كلنا بنعرف نحسب الجو وقتها بيكون مسم، ولد بيخلق بعيله مسمه ما بيقولوا كلام ايجابي، الكلام بيكون قاسي، نعم. كلام كثير سلبي، هيدا الولد اكيد رح يطلع يوما ما وقتها بيكبر رح بيكون كمان ولد سلبي، رح بيكون ولد رح يتعاطى مع الاخرين، مع العالم الخارجي مثل ما قلت من شويه بطريقه سلبيه. فانا بعتقد ايه صحيح الكلام معقوله كثير انه الطقس والحراره تأثر بشكل مباشر وتخلي الإنسان يستعمل كلمات. هلأ هون الدراسة ركزت على الإنترنت، على التشاتينج، وقت بيكون شخص عم يحكي مع شخص آخر لاحظوا أنه مثل ما انذكرت الدراسة أنه خلال استعمال الكلمات النابية أو استعمال الكلمات العدوانية كان بوقت التأس يما كتير في حر يما في كتير برد. وهذا دكتور برايك شو هي أسباب انتشار حياك دكتور، برأيك شو هي أسباب انتشار العدوانية وخطاب الكراهية عبر الإنترنت؟ أوكي، أول شيء على الإنترنت الإنسان بحس حاله حر، لأنه أوقات الواحد بيحكي على الإنترنت خاصة هلأ الدارج كتير الشغلة الواحد هو عم يلعب جيمز بيقدر يفوت مع جروبات ما بيعرف حدا منهم، وهون بنسمعهم كثير قديش بيكون في كلام نابي، اكيد قديش في كلام منه مقبول بيستعمل. اكيد انا بستغل الفرصه وبقول انه لكل الاهالي انه ينتبهوا لاولادهم هن وعم يلعبوا جيمز، لانه هون صار هو عم يلعب جيمز الولد مثل ما قلت صار بيعمل تشاتنج ومعقول يستعمل الكلمات او يتعلم كلمات غير مقبوله ويستعملها بالمجتمع. الاسباب هو استعمال الكلمات العدوانية مثل ما قلت أنه على الإنترنت كل شيء مسموح، كل شيء مفتوح، العالم ما بتعرف بعضها وبتقدر تستعمل حيالله شيء أو تعبر عن حالة. وكلنا بنعرف من بعد مرحلة كورونا وأكيد الحالة الاقتصادية عم يمرق فيها العالم كله أكيد أثرت على هذا الشيء وخلته للإنسان يكون عدوانا. الدكتور أنطوان الشرتوني متخصص بالتحليل النفسي والأمراض النفسية، كل الشكر لك على المعلومات اللي قدمتها لنا. مشكور دكتور، شكرا لك. Yeah. طبعا نحن بنكمل في الموضوع نفسه وبنعلق على هذا الموضوع من الناحية الطبية، ويانا عبر الهاتف الدكتورة مايسة شوقي أستاذة الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة ونائب وزير الصحة سابقا. مساء الخير دكتورة. حياك الله. مساء الخير عبير ومساء الخير شهاب، أهلا بحضرتكم. يا هلا بك دكتورة. يعني بداية استمعنا لرأي الدكتور أنطوان الشرتوني المتخصص بالتحليل النفسي والأمراض النفسية، فشو رأي الطب في موضوع تأثير الحرارة على تصرفات وشخصية الإنسان؟ العلم هنا بيقول أنه مع ارتفاع درجات الحرارة بالذات لو كان الإنسان غير متكيف مع هذا الارتفاع، يعني مش بيعيش في المناخ مرتفع الحرارة بصفة منتظمة ويألفه، نسبة هرمون الكورتيزون والأدرينالين بتعلى في الجسم، ودي من شأنها أنها تخلينا في حالة تحفز وحالة حرب. بترفع ضغط الدم وبترفع نسبة السكر في الدم. من هنا هنقول انه مع ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع معدلات التحفز بيبقى الانسان في حالة توتر اصلا من ارتفاع درجة الحرارة. عدم ادراكنا ان ده بيحصل بيخلي الانسان منفعل وغير مسيطر على انفعالاته. الفئات الأكثر تعرضا لدوت هي الفئات العمرية الأصغر، الأطفال أقل من سنتين وكبار السن، هم اللي يعانوا أكثر من شدة تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة. بالتالي الأطفال بيلقوا بالعبء بتاع توترهم على الأسر، على الأب والأم والإخوة، وكذلك كبار السن بيحتاجوا خدمة ورعاية أكثر، فالفئة العمرية الأخرى اللي بتخدمهم بيبقى ملقى على عاتقها عبء أكثر. إنزين دكتورة، شو هي هذه التأثيرات اللي تظهر خلينا نقول أو الأعراض والتصرفات على الإنسان نتيجة الارتفاع أو انخفاض أكيد درجة الحرارة؟ ارتفاع درجة الحرارة فعلا بيثير النرفزة ويثير الضيق، وعدم معرفة الأشخاص بكيفية التكيف الآمن مع ارتفاع درجات الحرارة بيزيد الكارثة، لأنه المفروض نلبس ملابس قطنية، ملابس لونها فاتح ما فيهاش ألياف صناعية، من نوع مناخ أو في حجرات جيدة التهوية، نشغل مروحة أو تكييف إذا كان متاح. فالشخص اللي ما بيعرفش إزاي يهدي وطئة ارتفاع درجة الحرارة على نفسه بيكون أكثر معاناة. بعض الأسر بيبقى غير متاح عندها مراوح وغير متاح عندها تكييف أو متاح عندها تكييف بحدود،
فبيبتدي هنا هو يبقى فيه من اساسه مشكله اجتماعيه على استهلاك الكهرباء وعلى الاتاحه بتاعه الكهرباء لذلك الشان. يعني ده بيخلي الجو اكثر توترا. خليني اكد على حاجه، انه الوسائط الاجتماعيه او السوشيال ميديا هي مراه عاكسه لاحوالنا. فمننا اللي بيعتبر ان الفيسبوك او الانستغرام بتاعه ده صالون وهو عاوز يستقبل فيه ضيوف في احسن وضع، وبيتخير الفاظه وكلامه والبوست اللي هو بيحطها، لكن في اخرين بيعتبروا ان ده از انسايد اوت، فبيطلع على السوشيال ميديا يقول انا حران، انا طهقان، انا تعبان، انا مجهد، فينشر السلبيه في المحيط. بيبتدي ينشر السلبيه ويبتدي يبقى فيه اشتباكات من هذا النوع. انا اعتقد انه الفيسبوك مرآة للمجتمع بصوره كبيره، وكذلك السوشيال ميديا ان جنرال. فلو الجو ضغط على الناس من ارتفاع درجه الحراره والتاثير الفسيولوجي المباشر او التاثير الاجتماعي لخدمه الغير زي الاطفال والمسنين او لعدم معرفه الاشخاص بكيفيه التكيف مع ارتفاع درجه الحراره عشان يعيشوا في سلام لحد نوبات الحر ما تنقضي، هو ده اللي بيخلي الناس تنفعل. بالفعل. دكتورة، شو نصايحك يعني للتكيف مع تغيرات الطقس حتى انها ما تأثر على سلوكنا وتصرفاتنا؟ انا رايي دايما انه الاعلام له دور مهم، وزارات التربيه والتعليم والجامعات التعليم العالي والاعلام لازم يكون لهم رساله موجهه في الحر، بيوجهوا الناس نعمل ايه في هذه الاجواء، ومن ضمن اهم حاجه رعايه الاطفال والمسنين، الملابس تكون مصنوعه من القطن، تكون الوانها فاتحه عشان ما تجذبش الحراره، ان احنا ناخد شاور الصبح وناخد اكتر من مره وبالليل علشان التبريد، ده بيعمل تبريد لطيف جدا للجسم وبيسحب الطاقه السلبيه ايضا. وشرب السوائل بصوره كافيه وتعويض نقص الملح، لان نقص الملح ايضا كارثي نتيجه للتعرق. فزياده افراز العرق بيخلي الاملاح تقل من جسمنا ويخلي الاداء الوظيفي بتاعنا يبقى محدود، وممكن الناس تتعرض لضربه شمس لو مشوا في الحراره العاليه دي من غير ما يكونوا لابسين مثلا قبعه او ماسكين شمسيه لونها فاتح، وممكن تيجي ضربه الحر جوه البيت. لو واحد قاعد في مكان التهويه بتاعته غير جيده ممكن يدخل في حاله اغماء وارتفاع درجه حراره نتيجه انه التهويه مش كافيه. فعلا. اذا هي نفس ما ذكرتي، نحن نوعي الناس، احنا دورنا اعلاميا ان احنا ننقل الرساله دي بكل الوسائل بتاعتنا على مدار اليوم علشان نحافظ على الناس من الكوارث الصحيه نتيجه لارتفاع الحراره. بالفعل دكتوره، نفس ما ذكرتي هي مسؤوليه مشتركه بين الاعلام وبين التعليم وبين كذلك الناس في السوشيال ميديا انهم ينشرون الايجابيه وكثر ما نقدر ان نخلي الطاقه السلبيه محدوده وغير منتشره. كل الشكر لك الدكتوره مايسة شوقي، استاذه الصحه العامه وطب المجتمع بكليه طب جامعه القاهره، ونائب وزير الصحه سابقا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لحضراتكم. شكرا عبير. شكرا شهير. يا مرحبا.